يا سادة، احنا النهاردة كان من مشوار طويل، مشوار طويل ليس طويلا بمعنى انه كان عبئا، ولكنه كان مشوارا طويلا نحس فيه بنعم ربنا علينا، نحس بامتداد القرآن وجماله وسعته. احنا في رمضان السنة دي عشنا فعلا معنى من معاني ان القرآن لا يخلق على كثرة الرد. عشنا في المساحة ما بين كلام ربنا وتفاصيل حياتنا، عشنا وعملنا جسر ما بين كلام الله في أجزائه الـ30 وبين تفاصيل حياتنا في 6 مجالات. عشنا مع القرآن وإزاي بيبني ذواتنا، من أول ما بيبني ذواتنا على إن إحنا عباد ممدودين، ومشينا مع القرآن الكريم، وبعد كده أخذنا القرآن وبدل ما كنا بنقرأه في بيوتنا بس عرضنا عليه إزاي بيوتنا تتبني على عين القرآن، فبنى القرآن بيوتنا وخلى أسرنا وحسسنا إن من أول لحظة عرضنا عليه أحوال الأسرة فعلمنا القرآن إن الأسرة قيمة. وبعدين عرضنا عليه العمل، فأول حاجة علمنا في العمل إن العمل عبادة وتمسكنا بإن العمل عبادة. وبعدين رحلنا إلى الملف الرابع وهي العلاقات، فتعلمنا إن العلاقات دي مليئة بمدد الله سبحانه وتعالى، ولابد إن العلاقات كلها تكون مليانة نور ومليانة بركة. وبعد كده أخذنا القرآن وعرضنا عليه مستقبلنا، فعلمنا إن المستقبل ده ممهد ومعلوم، لغاية ما النهاردة عرضنا عليه حالنا وعلي السعادة ممكن تتحقق في الدنيا، فتعلمنا إن السعادة حقيقة، وتعلمنا إن السعادة بتكون كمان في الطريق في التفاصيل وفي العمق، وكمان السعادة بتكون بإن احنا نتعرض ليها وناخذ بأسبابها. والنهاردة ختمنا بمعنيين وحقيقتين عن السعادة. الحقيقة الأولى إن السعادة متجددة ومفيش حاجة مكررة من عند الله، ولكنها إذا أردت إن هي مكررة، يعني زي ما بنكرر السكر فيزداد حلاوة، وعشان تزداد حلاوة كانت القيمة التانية والحقيقة التانية عن السعادة، إن السعادة بتفتح لنا باب واسع على وسع الله، وتفضل السعادة بتخلينا نرى وإحنا عايشين في مدد الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قرآن غزانا، قرآن بنانا، قرآن أحيانا، وإزاي ده ما يكونش؟ والقرآن ده اليوم وإحنا بنقراه كأنه حديث عهد بربه، والدليل على ذلك إن خلى حياتنا إحنا جاهزين نخرج من رمضان على إن إحنا مواليد جديدة، مولود جديدة بقلوب جديدة بمدد ربنا سعيدة. يا رب العالمين ندعوك ونقول لك ربي، يا ربي يكتب رمضان في وصل قلوبنا بالله، وسعة رزقنا وصلاح حالنا وراحة بالنا وجميل مستقبلنا ولطيف أقدارنا وزوال همومنا وسعادة فؤادنا ودوام طاعتنا ونور هدايتنا وصلاح أحبابنا وجلاء بصيرتنا ورفع حجب قلبنا وعافيتنا التامة نحن ومن نحب، مع زيادة في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نمد إيدينا وندعو ربنا سبحانه وتعالى ونقول ربي، ربي يكتب رمضان في وصل قلوبنا بالله، وسعة رزقنا وصلاح حالنا وراحة بالنا وجميل مستقبلنا ولطيف أقدارنا وزوال همومنا وسعادة فؤادنا ودوام طاعتنا ونور هدايتنا وصلاح أحبابنا وجلاء بصيرتنا ورفع حجب قلبنا وعافيتنا التامة نحن ومن نحب، مع زيادة في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.